قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارة هذا اليوم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك بقصر سموه بالرفاع. وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بالدور الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في النهوض بالعمل الحكومي والارتقاء به إلى الآفاق والمستويات التي تجعله قادرا على الوفاء باحتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم الخدمية وتعزيز موقع المواطن كمحور أساسي تستهدفه التنمية الشاملة، مباركا جلالته جهود الحكومة وعملها الدؤوب في زيادة الإنتاجية وتكريس مبدأ الاستنافسية والاستدامة التنموية ودعم الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات خدمة للوطن والمواطن. وأكد جلالته حفظه الله أن مملكة البحرين تسير دوما بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار في شتى الميادين، وأنها بعزيمة أبنائها المخلصين مستمرة في الانطلاق نحو التطوير والريادة في مختلف المجالات. وأشاد جلالة العاهل المفدى أيده الله بالإنجازات المستمرة التي تحققها مملكة البحرين في شتى القطاعات، معربا جلالته عن الاعتزاز بما يحققه أبناء البحرين من نجاحات متتالية تبعث دوما على الفخر والاعتزاز، مستذكرا جلالته بالتقدير إنجاز حفيدة سمو رئيس الوزراء الملازم ثاني طي آر الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة ونجاحها في أول طلعة جوية بطائرة حربية، مؤكدا جلالته أن هذا النجاح يؤكد مجددا على ما تمتلكه المرأة البحرينية من قدرات وما لديها من عزيمة وإصرار وروح التحدي. وقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على زيارة جلالته الكريمة والتي لها محلها الكبير ووقعها الطيب في النفس وتبعث على الاعتزاز، مؤكدا سموه استمرار العمل لتطوير الأداء بما يجعل من مخرجات العمل الحكومي في المستويات التي تحقق ما يتطلع إليه المواطنين من بيئة خدمية تتميز بالجودة والكفاءة وبما يحقق التطلعات والتوجيهات الملكية السامية في هذا الجانب.